أعرب حزب الحرية المصري عن أماله في أن تتخذ قرارات حاسمة لحل الأزمة بشكل نهائي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعيدا عن الكلمات الداعمة والمواقف الباردة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير القسري ولن يتنازل عن أرضه. وأشار إلى أن مصر استطاعت أن تجمع كل النقاط الشائكة لتضعها أمام العالم أجمع.